انتوا هتبيعوا. دي عائلة على الصندوق وليس عائلة على المرفق. المرفق انا ما اقدرش اقرب له ولا اصول المرفق اقدر اقرب لها. يعني مش بعمل الصندوق ده تمهيدا لبيع القناة. القناة إيه او تأجير القناة؟ لا طبعا، ولا اي اصل من اصول القناة نقدر نقرب له. ولا اي اصل؟ طبعا طبعا طبعا. ناخد قرض بضمان حاجة فهي ما حصلتش. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد عن أنباء اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء. وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها. وأكدت أنه ستظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. أوضحت أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأمواله. أشار إلى أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، وأكدت أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والمعلومات من مصادرها الموثوقة.